من مرصدك الخاص ترى أن الزكاة تؤدي على أكمل وجه في هذه الأيام؟ نظرا لأنها غير منظمة عن طريق مؤسسات ويكون فيها صفة الإلزام باعتبارها ركن شرعي، لا ليس كل الناس يؤدون الزكاة وخاصة القادرين وأصحاب الأموال الكثيرة. لماذا شرعت الزكاة في الإسلام؟ شرعت لأمور كثيرة، أهمها البركة الشخصية للإنسان في ماله وفي أولاده اللي هي التطهير. 2، إدارة عجلة الحياة، فالغني يمد الفقير والفقير يشتد عوده فيصبح قادرا. هل في فرق بين الصدقة والزكاة؟ الصدقة أعم من الزكاة، ويمكن أن نطلق على الزكاة أنها صدقة طبقا لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وما عدا ذلك في صدقات خاصة لا تدخل في الزكاة، كأن بين المصطلحين علاقة اجتماعية. القرآن الكريم استخدم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هل إقراض الله سبحانه وتعالى يقع ضمن الزكاة والصدقة أم شيء مستقل؟ يعني بالمعنى العام ممكن، يعني لما بطلع زكاة أنا بقدمها لله سبحانه وتعالى. الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، حلقة جديدة في برنامج القضية. أهلا بكم. مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك. كرمك الله يا دكتور. الله يخليك. كيف الحال؟ اهلا وسهلا. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. ايات كثيره في القران الكريم تتكلم عن الزكاه. نعم. ايتاء الزكاه. نعم. ايتاء الزكاه. نعم. نعم. والواقع انه يعني ربما الزكاه لا تؤدى. بادئ ذي بدء، قبل ان ادلف في الحوار، ما معنى الزكاه لغه واصطلاحا؟ نعم. الزكاه في اللغه في المعنى المشهور النماء. واخد بالك؟ الزياده والنماء. تمام. زكى يزكو. وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة بمعاني مختلفة، منها الارتقاء، أنا أزكي إنسان أي أرفع قدره، ده في اللغة، كل ده في اللغة. والطهارة كذلك أيضا، الزكاة تطهر النفس وتطهر المال. نعم. فمن تعريفاتها في اللغة الطهارة، ومن تعريفاتها النماء، لأنه ما نقص مال من صدقة فهي تتزايد مع إخراجها، ويعوض الإنسان بأشياء كثيرة قد لا تكون مادية وإنما تكون كثيرا قيمتها أعلى من المادة. نعم. حفظ الإنسان من المرض، حفظ الزوجة عند الولادة، بركة الأولاد في النجاح والرقي وغير ذلك، فهي كلها أسمان للالتزام بهذا الفرض الشرعي العظيم. أما في الاصطلاح فهي إخراج قدر معلوم. نعم. من مال معلوم بلغ النصاب وحال عليه الحول بضوابط شرعية. ممتاز. في الشرع ايضا يستخدم القران الكريم صدقه او صدقات وزكاه، هل هنالك فرق بينهما؟ هو لو اطلقنا، احنا قلنا ان من معاني الزكاه الصدقه. طيب، يعني الزكاه اعم؟ لا، الصدقه اللي اعم. صدقه اعم. ايوه. الزكاه هي فريضه اجباريه، ركن من اركان الاسلام، يلزم اخراجها وعقاب من لا يخرجها. انما الصدقات تطوعيه اختياريه، قد اخرجها وقد لا اخرجها، من يريد زياده الثواب يفعلها. وبالتالي فالصدقة أعم في شرائعها وفي آلياتها من الزكاة. فقد أخرج الصدقة لجهة قادرة كمستشفى، لا ميزانية وكذا وكذا، هذه صدقة. أشتري جهاز وأديه للمستشفى. نعم. أشتري تخت في المدرسة وأديها، دي صدقة وليست زكاة. أيوة بالضبط. كده. لكن في القرآن الكريم يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، الثمانية مصارف. أيوة. استخدم القرآن صدقات. الصدقات هنا هي معنى الزكاة، تفسيرها زكاة. المعنى اللغوي الذي هو واحد من المعاني اللغوية، واستخدام كلمة الصدقة لتحل محل الزكاة. يعني هنا في الآية كل زكاة المصارف الثمانية. نعم. هي زكاة. كل زكاة صدقة. كويسة، لديك قضية منطقية. يا ليت. كل زكاة صدقة وليست كل صدقة زكاة. ممتاز، بديع. كانت قديما شكل الزكاة أو الحصول على الزكاة من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما نزل التشريع، كان صورته كيف، وكيف نقارنه بالواقع المعاصر الآن؟ نعم. لما شرعت الزكاة، وطبعا الزكاة شرعت في المدينة المنورة لأن المكة ما كانش فيها تكاليف مالية تلزم الإنسان الضعيف الذي يبحث عن السر في قبول الدعوة وكذا وكذا، فلما الناس استقروا واشتدت التجارة واتسعت الدولة شرعت الزكاة، لأن الإنسان أصبح هناك أناس لديهم أموال كثيرة في التجارة كسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عثمان بن عفان وغيرهم، أبو بكر الصديق. نعم. نعم. فكانت الزكاة هي عبارة عن فرض وهي ركن من أركان الإسلام. من ينكر مشروعية الزكاة فهو منكر لأمر معلوم من الدين بالضرورة، ويعتبر جاحدا لركن من أركان الإسلام،
يستلزم مساءلة هذا الإنسان واستتابته حتى يعود إلى رشده. أما الذي يتكاسل ويتقاعس عن إخراجها فيجوز إصلاحه وتوجيه الأمر إليه كما فعل سيدنا أبو بكر الصديق بعد خلافته، بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، فلما امتنع ما أدوا الزكاة وكانوا مؤمنين مالك بن النويرة وقبيلته. نعم، فاجتهد مع كبار الصحابة، منهم من قال له أن النبي لم يأمرنا بقتال أحد بسبب الزكاة، سيدنا عمر بن الخطاب. نعم، لكن أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال أعصب مني مالي. كلام سيدنا أبو بكر بقى لما بحث وجد هذا الحديث، فإنهم قالوها عصموا مني يعني الكلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قالها عصب مني ماله ودمه. إلا بحقها وأجره على الله. والله بقى ده كلام أبو بكر. الزكاة من حقها؟ من الحقوق التي يجب أخذها. أيوه، يعني الزكاة من حقوق لا إله إلا الله، حق من حقوق الله، وفيها مصلحة للعباد. ففيها مصلحة للعبد وفيها أداء وطاعة للرب. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقتلتهم عليه. اللي قال العقال كما تعلم حضرتك الحبلة اللي بربط بها إيه الشاه أو البعير، وهي رخيصة جدا، فلو كانوا يؤدون ذلك للنبي لقتلهم، وهذا معناه أنه حريص على عدم ضياع أركان الإسلام. لكن حجة من امتنع قال كنا نؤديها إلى الرسول، ومات الرسول. ده الكلام الممتنعين. الرد عليهم يعني هم كانوا يؤدون الرسول مش للدين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأمة منذ بعثته وحتى يرث الله الأرض ومن عليه. نعم. فليس معنى انتقاله إلى جوار ربه أن تشريعاته تتوقف، وإلا ما كانت رسالة خاتمة ولا رسالة نهائية ولا رسالة للعالمين. وبعثت للناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأنا خاتم النبيين. فكل هذا معناه أن تشريعاته اللي مات وتركها لنا هي دائمة ولا يمكن تغييرها ما دامت قواعد ثابتة بنصوص قطعية وواضحة الدلالة، قطعية الدلالة أيضا. نعم. فلا نستطيع الاجتهاد فيها ولا إخراجها إلا في إجراءات تطبيقها فقط. لكن ليس هنالك يعني حجية أبي بكر الصديق في محاربة مانع الزكاة؟ نعم. لا نجد في القرآن الكريم محاربة مانع الزكاة ولا في السنة للرسول صلى الله عليه وسلم. ما حجية أبي بكر الصديق في قتاله؟ حضرتك على حاجة، هو دلوقتي بني الإسلام على خمس حديث. نعم. دي أركان الإسلام. صحيح. حلو، وهو حديث يعني نسيبه. نعم. لا خالص. طيب. دي الشهادة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. القرآن الكريم بس في الحديث لم يوضح عقاب لمانع الزكاة، بل لم يقل قاتله. أنا جاي لحضرتك أهو. طب. القرآن الكريم وجه الخطاب لسيدنا محمد بصيغة الأمر الذي لا يقبل معنى آخر غير الأمر، خذ من أموالهم صدقة. خذ. نعم. يعني يأمره الله سبحانه وتعالى بضرورة جمع الزكاة، وكانت في صدر الإسلام تؤدى عن طريق مؤسسات اللي هو بيت المال وبيت الزكاة، لابد من الذهاب إلى كل قادر واختاره بأنه قد حل الحول عليه. وإذا كان ده عشان الدولة كانت صغيرة والمسلمين مركزين في مدينة فكان الأمر سهل، فالأغنياء معروفون والفقراء معروفون. نعم. الآن نحن أولى وأكثر احتياجا بعد الدجدلة والرقمنة ومعرفة الحساب الشمولي وغير ذلك، تستطيع الدولة بكبسة زر أن تعرف من القادر ومن الذي بلغ ماله نصابا وكذا وكذا، ولا يخرج زكاة. فيجب على الحاكم أن يضرب على يديه ويقول له أخرج. كويس. هنا سؤال لحضرتك، يعني اولا بدايه عجبني مصطلح الدجدله والرقمنه. نعم. على وزن فعلنا ده. نعم. ده اشتقاق جميل ده. أيوة. مجمع اللغه العربيه ان شاء الله يقر يعني ان شاء الله. لكن حجيه ابي بكر الصديق في محاربه مانع الزكاه حتى انفذ الى العصر الحديث. أيوة. على ما استند يعني. أيوة. على ما استند. أيوة. قتاله المفروض ان سيدنا ابو بكر والخلفاء الراشدين عموما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم، وقال الله الله في أصحابي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. كل ده يقول إن دول هيبقوا لفترة طويلة لا عمل لهم إلا الاقتداء الحرفي بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حرص تماما على الزكاة وطبقها بدقة. إذن لابد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك ما يمنعني، حتى ولو لم يقل إذا امتنع الناس بعد وفاته عن إخراج الزكاة الأمر واضح. فخوذ التي وجدت للنبي انتقلت بعد وفاته لأنه لم يعد هناك قرآن ينزل ولا وحي إلى الخلفاء الراشدين المسؤولين عن الأمة.
كان تسبب بقى في حروب مانع الزكاة، موت كثير وإسالة دمار كثير. شهيرة. طيب جميل، وأديت الزكاة وفضلت وعادت الأمور وقضي على الفتنة. تمام، قارن لي من مرصدك الخاص بين يعني بيوت أو مؤسسات الزكاة قديما وحديثا، يعني نعم. كان زمان اسمه إيه ودلوقتي اسمه نعم نعم، هو كان زمان له اسمين. في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه بيت المال الذي من ضمن وظائفه جمع الزكاة. تمام، واستند هذا البيت إلى قول الله تعالى في مصارف الزكاة اللي حضرتك قلتها، إلى بند والعاملين عليها. إذا المؤسسة فيها عاملين يقومون بالجمع والصرف. نعم. جمع الموارد والذهاب إلى المصارف، فجعل لهم الله سبحانه وتعالى حصة من هذه الزكوات كأجر لهم على عملهم. إذا هي مؤسسات منظمة، فكانت تسمى بيت المال وأحيانا بيت الزكاة كما هو الحال في بعض البلاد الإسلامية المعاصرة. ففي بيت الزكاة في الكويت، وبيت الزكاة في الإمارات، وبيت الزكاة في السعودية، خاص بالزكوات أو مؤسسة اسمها مؤسسة الزكاة. ممكن يعني. ممكن نديلها يعني. برضو وإحنا عندنا اللي هنروح بعيد ليه عندنا مؤسسة الزكاة والصدقة في الأزهر الشريف، مؤسسة منظمة قوية كبيرة وتحتاج إلى دعم كبير. ومعظم الناس الذين يبحثون عن الطمأنينة في وضع زكواتهم يؤدونها إلى بيت مؤسسة الأزهر الشريف. طيب. ولا موظفين ولا كتبة ومهرة وسجلات وكمبيوتر ومصادر يعني منظمة يعني معاصرة تماما يعني. هل من سلطة ولي الأمر الآن يحارب أو يأخذ الزكاة بالقوة؟ نعم، هو طبعا الوقت في الدول الحديثة نشأت مشكلة. إيه هي؟ المشكلة انه الدولة في الغالب وبالذات في الدول الفقيرة بتفرض ضرائب على الناس. الضريبة ديت هل هي الزكاة؟ لا، الزكاة فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى بقدر معلوم في المال بقدر وفي معلوم الزروع وفي الثمار معينة والركاز، ومساحتها في النطاق واسعة جدا حتى لا يفهم البعض انها بس في زكاة المال او زكاة الذهب. هلا نفرض حلقة ان شاء الله في الزكاة، مهمة جدا الزكاة ونفسها. احكام الزكاة خلينا المرة دي نتكلم على كفرش عام يعني. فاللي حاصل حضرتك كان الـ 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 الناس يحتاجون الى تنظيم، فلما نشأت الدولة الحديثة انشأت الضريبة، فنشأ خلاف هل تتعارض الضريبة مع الزكاة؟ هل يمكن أن أعتبر الضريبة زكاة؟ طبعا لا، قولا شرعيا واحدا الضريبة ليست زكاة. نعم. ولكنها أمر مهم. يعني اللي بيطلع ضريبة شو ممكن يغير يقول نيته أن دي زكاة؟ لا ما تنفعش بنيته، ما لأن الأعمال المصارف بالنيات. المصارف اللي هتاخدها الضريبة ليست هي مصارف الزكاة. ليه ما هي بترد على الدولة برضه يا دكتور؟ ما هي الدولة خدمات للدولة. الدولة ليست وفيها فقراء وفيها. الدولة ليست مصدر من مصادر الزكاة. خد بالك، ممكن في مصرف من مصارف الزكاة. الدولة ليست مصدر من مصادر الزكاة، ليست مصرف من مصارف الزكاة، ربنا ما قالش كده، انما قال الفقراء والمساكين والعاملين عليها. أيوة، كل دول بترعاهم الدولة اصلا. تعالى بقى على حتة، ما مش في تأمين ومعاشات مثلا؟ ماشي، ما هو الفقراء اهو. طيب، اذا في تكافل وكرامة مثلا مال الفقراء، احنا جايين اهو ندعو الدولة الى التحرك الايجابي بان تقوم بانشاء مؤسسات كثيرة تجمع الزكاة، وتقوم هذه المؤسسات بإنفاق وصرف الزكاة على أصحابها. هذه المسألة ستعود على الدولة بالمنفعة الكبيرة. في الزكاة بالعصر الحديث، كيف يمكن مثلا المؤسسات الحكومية أو الدولة أن تستعين بالزكاة؟ وهل لها أن تستعين بالزكاة أم لا؟ كبديل عن الضرائب مثلا؟ أنا لا أقول بديل عن الضرائب. الضرائب خط والزكاة خط، يعني يمكن لا تجمع بينهم حضرتك. الجمع بينهما جائز عند بعض الاقتصاديين وبعض الفقهاء المعاصرين، لأن الضريبة هي عبارة عن إنقاذ الدولة في ميزانيتها. تمام. لتقوم بقضاء حوائج العباد، فميزانيتها مش قادرة. ممتاز. إنما الزكاة دي فريضة، قادرة مش قادرة هتطلعها، واخد بال حضرتك؟ اللي ما انت تطهر فيه شروط النصاب والشروط النصاب والحول وكذا وكذا حسب نوع المال المزكى. تمام. فده هذا طريق دائم. وهذا طريق يمكن للدولة بعد أن تصل إلى مرحلة اليسر أنها تخفف الضرائب أو تقلل منها أو تلغي بعض أنواعها. فإذن المسألة بيد الحاكم حسب ظروف المجتمع. تمام. هو في ضائقة عليه أن يلجأ إلى معاونة الشعب له بإخراج الضريبة،
وانا لست من انصار من يقولون لا ضريبه مع الزكاه. الاثنين ماشيين يعني وكل واحد. هذا السؤال، الا يجب او الا ينبغي ان تحل الزكاه محل الضريبه مثلا؟ اذا نفذت بحذافيرها كما جاء في الشرع ستعطينا دخلا سنويا بعشرات المليارات. الزكاه ما انا اشرح لحضرتك. مريت. حاجه عظيمه يعني مصدر. هل للدولة أن تسيطر على الزكاة، ولي الأمر أن يخرج الزكاة بالقوة؟ شوف، القوة الغير المفرطة، يعني بمعنى إيه؟ القوة الإقناعية. لازم نعيد الوعي للمجتمع ونغير من ثقافته، لأنه النهاردة هنتكلم. سيدنا أبو بكر حارب منع الزكاة، يعني هل يحارب منع الزكاة؟ ده دليل للحاكم. ما نقولش إنه يحاربهم ولا يسجنهم ولا كذا، ولكن الدولة لها نفوذ غريب. أنا لو امتنعت عن إخراج ضريبة التصرف العقاري وراح الراجل اللي اشترى مني يصرف يسجل الكلام بتاعه، بيجيبوني من دماغي، تعالى انت تهربت من دفع كذا. طيب ما ابسط ان احنا بعد الحوكمة الشديدة في النظام المالي والاقتصادي، معروف كويس جدا ان انا دخلي كام في الشهر والدخول الاضافية اللي بتجيلي كام في الشهر، فيستطيع اي موظف وزارة المالية انه يقول محمد نجيب يفوق النصاب بعشرات المرات، وما بالك برجال الأعمال والأغنياء وكذا وكذا. كل دول يتبع لهم يا جماعة توعية عامة، انتوا عليكم زكاة المال، تخرجوها حضرتكم ولا هناك جهات من المنبع. احنا تدوها بقى، ومش هنديها للدولة حتى لا يقول الناس ما الدولة تاخدها تصرفها بطريقتها الخاصة. لا، هنعمل مؤسسات تضم علماء من رجال الدين الفقهاء، وخاصة الفقهاء الاقتصاديين. نعم. اتنين رجال الاقتصاد الوضعي، تلاتة علماء الاجتماع اللي هم بيدوروا على في الجحور على الفقراء والمساكين. التلاتة دول بيشكلوا هذه المؤسسة، ومعهم الموظفين اللي بيشتغلوا بالكمبيوترات وبالادوات الحديثة. المسألة اتحكمت، فأنا ألاقي نفسي جايلي كشف بداخلي زي ما البنك كده بيديني كشف بالرصيد بتاعي اللي عنده، بأن أنت دخل لك السنة دي 1,200,000 جنيه، وانت كده تخطيت النصاب، فمقدار الزكاة عليه كذا. لو سمحت قدامك مؤسسة كذا وكذا وكذا، اختار اي مؤسسة منهم وروح خد المال وخد الوصل بتاعك، وهذه المؤسسة مسؤولة امام الله، وانت قد برئت ذمتك بمجرد اداء المال لها وخدت الوصل بتاعك. طب لو المؤسسة خدتها وصرفتها كما يحلو لها، هي المسؤولة امام الله وكما يحلو لها، حط تحتها متخط بقى كما زي ما هي. مثال شعبي بسيط، انا بحب الدكتور محمد خالد، ورجل اجتماعي وله اصدقاء كثر، فانا جيت ما عنديش، انا جاي غريب من السفر مش عارف الفقراء. ممكن يا دكتور محمد افوضك تاخد ال 50,000 جنيه دول توزعهم على الفقراء الذين تعرفهم ويستحقون من المساكين والفقراء وكذا؟ تقول لي نعم. ساعه ما بديك ال 50,000 انا خلاص اديت الزكاه امام الله، انت بقى مسؤول. طب لو انا خدتهم ليه انا؟ شوف بقى حسابك ايه يوم الايام. ما هو العاملين عليا. لا، ده ما اخذ بسيف الحياء فهو غلول. ليه مش ربنا قالوا العاملين عليا؟ ما هو العامل طيب ده علنا بيروح يوديها، فبياخد اجرته. بيروح يوديها لمصاريفها. أيوة، هو بياخدها هناك في البيت. انت عامل بقى مشاريع للفقراء، يعني ده جزاء الصدقه ان انا وثقت فيك وصديقك، تقول لي يعني بقول لك مبرر ديني اشتري لي كتاب من المعرض يا دكتور محمد، تيجي تقول لي الكتاب ب 200 جنيه وهات 10 جنيه مواصلات؟ لا. كصديق لا. طيب كوكيل الوكيل بقى اللي هو الموظف ماليش دخل بالمال ده خالص، رغم كسرته زي الموظف اللي في البنك الغلبان مرتبه 4000 جنيه وقدامه مليارات فلوس. نقول له ما تاخد يا اخي، ده انت فشل في المال، ما انت عامل عليه. لا بس ده الوضع مختلف، لان دي زكاه وفي وربنا قالوا على عاملين عليها، انما الفلوس في البنوك ما ربنا قالوا ما قالش على عاملين عليها في البنوك. نعم يعني. نعم، العاملين عليها منفكه في المثال، لهم مرتبات منضبطه يجوز. من الذي يحددها؟ ما ربنا حددها. ولي الامر ورئيس المؤسسه. ما ربنا حددها ولا عاملين عليها، مش ياخدوا حتى سهم زي اللي بياخدوه. قد ايه؟ مثلا التمن مثلا. ولي الامر، لا مش هنقول تمن ولا غيره، هنقول جزء من اجزاء الزكاه الثمانيه. ويمكن ان يكون جزءا صغيرا، يعني مرتب الموظف ده مثلا ياخد 400 جنيه في الشهر او 1000 جنيه في الشهر. ويقوم ولي الامر او من ينوب عنه اللي هو رئيس المؤسسه، كان كانت الازهر مثلا، في شيخ الازهر هو الرئيس العام لمؤسسه الزكاه والصدقه عنده، كل فتره يزود وفقا للغلاء المعيشي على الناس دول علشان خاطر يقدروا يعيشوا، فلا مانع من ذلك. يعني تغير وده يجوز شرعا. ايوه، هو انا مش ممكن اوزع الصدقه بتاعتي الزكاه بتاعتي على الفقراء والمساكين بس، لكن الاجمل انك تطلعها وتقسمها على الثمان مصارف اللي موجود منها فعليا.
عشان التنويع، يعني الغارمين ابن نعم السبيل نعم نعم والرقاب. ايوه وانا عايز اقول لحضرتك ان الدوله لو فعلت ذلك تحت اشرافها ورقابتها سيكون لها حظ من اموال الزكاه. ازاي يعني هل فيش... تستفيد الدوله باموال نعم الزكاه؟ ما فيش في مصارف الزكاه حاجه اسمها الدوله، مش كده؟ بقى في حاجه في التمانية اسمها الدوله؟ لا اولي الامر لا في، بس في يعني ابن السبيل مثلا من جاي والله يكرمك في مصارف الفقراء والمساكين بطريقه غير مباشره يمكن ان تشرف عليها الدوله، لان الحوكمه بتاعه الدوله ادق من اي جهه اخرى. من ذلك مثلا مصرف ابن السبيل. ابن السبيل ده عباره عن الغريب الذي يمر ببلادنا بصفه مؤقته، اما يقوم للعلم او للتجاره أو عابر سبيل كما يقولون. هذا إنسان لو حدث له ما جعله فقيرا أو مسكينا أو مدينا مش قادر يسدد الرسم من الرسوم فيبقى غارم وممكن يسجن أو يمنع من السفر بسبب هذا. تمام. طيب هنا الدولة أقول لها تفضلي خدي عالجي هذا المصرف من مصارف الزكاة، فادري جماعة اللاجئين والجماعة اللي مارين بالبلد والجماعة الفقراء الأفارقة اللي بتعلموا عندنا وبتوع جنوب شرق اسيا وادي لهم من هذا المصر. يبقى الدوله استفادت ولا لا؟ تمام. بس طيب هي مش هتاخد ليها، هي هتستفيد معنويا بمعنى العالم هيقول لك شوف انت كل سنه يعني تنفق عليهم من اموال الزكاه. نعم. الازهر بيطلع كم منحه، جامعه القاهره بتطلع كم منحه، كل دول بيرجعوا لبلادهم سفراء لينا، احنا اتعلمنا في وهي مصر. بعدين بس المنح تدخل في الزكاه؟ ما ربنا ما قالش المنح. لا حلو، ما هو ده الراجل ده اسمه ايه ابن خلينا بعد اذن حضرتك معلش انا نفهم واحده واحده معاك بمعنى وسع صدرك عادتك دايما. نعم. مصارف الزكاه الثمانيه حددها الله عز وجل. نعم. سؤال مختصر، هل يجوز لنا ان نخرج خارج هذه الثمانيات مصادر؟ طيب. هل يطلق على هذا المحتاج انه ابن سبيل؟ قول لي اي ولا لا؟ نعم. راجل جاي عايز يدفع بشروطه صح، ما ابن السبيل له ضابط في الشروط في الشريعه الاسلاميه كتيره. وانا هقول لك انا ارتجالا ابن سبيل الفقه الاسلامي صفحات في الكتب بتعرف مين هو ابن السبيل. تمام. كان في الاول الصوره القديمه والتقليديه اللي هو ماشي عبر انقطع به الطريق، انقطع به الطريق. النهارده الكلام ده مش موجود، ولكن مثلا هو جه بلدنا وعايز يرجع بعد ما خد شهادته. ما معهوش تذكره يسافر لبلده، ما هو ابن السبيل. ابن السبيل. ايوه ابن سبيل. ربنا ما قالش والعاجز عن دفع. ما هو المعنى العام يا دكتور محمد. أيوة. دايما احنا ناخد دلاله اللفظ، اما دلاله عامه واما دلاله خاصه. الخاص ما نقدرش نخصصه، ما هو خاص بطبيعته. العام يدخل فيه بقى التخصيص، والمطلق يدخل فيه التقييد، فتتوسع دائره التنفيذ. دي مهمه جدا. جميل. طيب جميل. ده مصرف ابن السبيل. تعالى كمان مصرف تاني، الغارمين. النهارده في وزارات في مصر ومؤسسات ملهاش هم كل سنه الا انقاذ الناس المساجين بسبب ديون بسيطه كامراه جهزت لابنتها وكتبت شيكات وايصالات على نفسها فتسجن لانها عجزت بعد وصل او اتنين. انا اعرف ان وزاره الداخليه مهتمه بهذا المال في بلادنا، ومؤسسات كثيره زي مؤسسه مصر الخير عندهم، وفي مؤسسات كتير وجمعيات كتير تكفل هذا الموضوع. تروح تروح السجون وتجيب القضايا وتعرف ان دي مسجونه قدامها سنتين، على ما تخلص الدين الحكم بتاعها احنا هندفع مكانها وافرجوا عنها لو سمحتوا. ده مصدر اهو، ده ممكن الدوله تساعد فيه ولا لا؟ تمام. طيب هديهولها عشان تعمل كده، كونها تعمل او ما تعملش دي مسؤوليتها امام الله سبحانه وتعالى. تعالى على المصرف الثالث بقى. وده في خلاف فقهي، ولكن يعني ممكن ناخد على الوجهين، اللي هو مصرف اللي هو في سبيل الله. تمام. يبقى احنا قلنا الغارمين وقلنا ابن السبيل. سبيل. تمام. جميل. في سبيل الله اللي هو المصرف الثالث بقى. الثالث في سبيل الله. ما مفهوم في سبيل الله؟ ايوه جميل جدا. في هنا قسمين من الاراء الفقهيه. قسم يقول ان المقصود في سبيل الله ويؤخذ من معنى الكلمه اللي هو تجهيز الجيوش للجهاد وحماية الصغور ورد الأعداء. فالدولة عايزة تجيب صفقة طيارات، صفقة دبابات، وما عندهاش من الزكاة. أيوه جاي لك أهو، مش في سبيل الله؟ سبيل الله في زي الفقهية بتقول بين قوسين الجهاد إعداد وأعدوا لهم ما استطعتم. من قوة. أيوه. جميل؟ تمام. القوة دي إيه؟ الحاكم اللي يعرفها. صحيح. هيجيب دبابه سنتوريون ولا دبابه كذا، طياره كذا ولا طياره كذا، هو الادرى بحكم تخصصه. تمام. طيب يا جماعه انا ميزانيتي ما تكفيش والا هياثر على مصروفاتكم وكذا وارزاقكم. ده كده الدوله تستفيد اصلا من الزكاه. اهو ما انا جاي لك. ما شفت العظمه اللي عملها ربنا سبحانه وتعالى. وده جزء شرعا يا دكتور. ده هو نص القران.
في سبيل الله. مرون ما هي الدولة بتاخد ضرائب تجيب من الضرائب مثلا. في بقى اللي اعظم من الضرائب، سيب الناس ما تحملش كهولهم باعباء والحالة مثلا ضيقة. أيوة. وخد الزكاة من الاغنياء والقادرين. كما اني عايز اقول لك على حاجة، لن يستمر الفقير يتقبل زكاة طول حياته. الفقير نتيجة تجمع الزكوات عليه من حضرتك ومني ومن فلان وفلان هيبقى على الأقل مستور. خد بال حضرتك. طيب ده رأي فقه قال في سبيل الله الجهاد والجيوش. الاتجاه التاني عمم الفكرة، وهي ودي للأسف اللي ماسك فيها بإيديه وسنانه المعاصرين من الفقهاء، إن في سبيل الله كل ما فيه مصلحة للعباد سواء كانت الدولة مسؤولة عنه أو غير مسؤولة عنه. ما هي بادئ ذي بادئ الدولة مسؤولة عن أي حاجة. جميل، الله يكرمك. ما هو النهاردة في السياسة الحديثة معلش ما تزعلش، ما كان زمان برضو الدولة مسؤولة عن كل حاجة. تعالى في السياسة الحديثة إن الدولة هي الراعي الأول لكل حقوق المجتمع. صحيح. فتلبي للناس رغباتهم واحتياجاتهم وغذائهم وكسوتهم وتعليمهم وصحتهم، كل ده من ميزانية الدولة. أيوة. النهاردة الدول حصل فيها مشاكل كتيرة بسبب الظروف العالمية. نعم. بسبب الأزمات الداخلية كذا كذا كذا، فأصبحت مش قادرة، فتقوم الدولة بتشجع الناس إنها تتصدق، إنها تتبرع لمصلحة الفقير، فيحمل عن كاهلها قليل من العبء. أيوة. ويتحمله الأفراد. نعم. قد يقول البعض وأنا ذنبي إيه؟ لسه ولعتك، هل هذا فرض على المجتمع؟ لا مش فرض على المجتمع، ولكن من باب التكافل. هيجي جماعة الأغنياء، لا خلاص انت ما تاخدش مني حاجة، انا ماليش علاقة. من باب التكافل. من باب التراحم. احيانا يفرض سلطان الدولة اللي هو ولي الامر المسؤول عن الدولة على الأغنياء بالقوة ان يقدموا تبرعات احيانا، وده يجوز شرعا. شوف الاصل في الاسلام انه يبقى يعني تطوعي. زي ما عمل سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، واحد فيهم جاهز جيش الأسرة. والتاني اشترى انفق على شعب. الشعب. ايوه. اشترى قافلة، اشترى بير روما ووزعها للناس مجانا يعني ده كان تطوع. ما كانش حد بيقول له، لان الرسول كان يطلق بس ان احنا يا جماعه بنجهز جيش وما عندناش الامكانيات الكافيه. فالمخلص لله سبحانه وتعالى وعليم تقرضوا الله وآتى المال على حبه يتقدم بسرعة عشان ياخد الثواب ويقدم. امال ليه سيدنا عثمان بشرى بالجنة؟ ما هو الناس دي ما عملتش الكلام ده كده وما خدتش ثمنه من ربنا، ده خدته في الدنيا وفي الاخره. نعم. طيب النهارده الدوله حضرتك تميل الى اي الرايين في سبيل الله، الجهاد ام كل ما كشخصي انا انا افضل قصر هذا المصرف ليكون زكاه على اعداد الجيوش والدفاع عن الصغور والاستعداد الدائم لمقابله الاعداء، لان الاسلام دائما حتى يرسل الله الارض ومن عليها له اعداؤه وله خصومه، فلازم يكون جاهزين. الراي الثاني انا ما بنكروش، ولكن بقول مش وقته يعني في توسع يحرم الفقير والمسكين كثيرا. يعني مثلا لما تيجي تقول لي بالعكس ده هيبقى رحمه للفقير والمسكين. طب تعالى معايا، كل ما فيه مصلحه العباد يا دكتور، انا هشتري جهاز اشعه لأحد المؤسسات الطبية. طب تمام. وبقول لهم يا جماعة ده تطوع مني ويعتبر صدقة جارية، خد بالك. صدقة جارية، أي حد جاي يعمل الأشعة دي اعملوا له، غني أو فقير. تمام. حلو. بدام قلت غني أو فقير ما عادتش تبقى زكاة، يبقى لازم تكون صدقة جارية. صدقة لها ثواب أعظم، جزء الغني أعظم من زكاة المال بكتير في الثواب. ولكن ما أقولش عليها زكاة، لأن الزكاة نوع من إبراء الذمة. فلو انا قلت للراجل ده وخدعته طلع المال ده واعتبره زكاه، ابقى انا حرمته من الزكاه ويسهر عنه يوم القيامه. معقول؟ ايوه. الله، احنا نفهم غير كده يا دكتور؟ لا زكاه. هنشتغل مبرراتيه؟ لا بس طيب. عايزين الحق المبرراتيه يعني. في جميع اجهزه الاعلام وكذا وكذا بقول لك كله على بعض. زكاه. ولذلك ده عمل ازمه عند المجتمع المصري في انه ما عدناش عارفين نفرق بين الزكاه وغير الزكاه. يعني ما تراه الآن، نختم بقى الحلقة ونكمل في حلقة قادمة، ما تراه الآن من صورة دفع الزكاة، تراه زكاة أم صدقة؟ الزكاة زكاة والصدقة صدقة. لما يجي واحد يقول لي أنا ماليش، هنعمل وحدة غسيل كلى، الأم لا تستحق زكاة لأنه يفرض على الابن أن ينفق عليه. لو أنا رجل مقتدر مثلا وقادر عملت وحدة غسيل كلى أو حضانة أطفال أو إلى آخره، أعتبرها من فلوس الزكاة، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ لماذا يا دكتور محمد أصنع مقصة مع الله؟ وكلمة مقصة عشان الجمهور هي إيه؟ حاجة بحاجة. أنا هعمل غسيل كلوي.
أيوه. ممكن يا رب تخصمها لي من الزكاه يا اخي. بلاش المقسم على الله، ما ربنا عاطيلك اوراق كثيره للتصدق والاخراج للمال دي، اعتبرها صدقه جاريه ستنت تعطيك ثوابا حتى بعد وفاتك، حتى يهلك هذا الجهاز خلاص. لا. لكن الزكاه ديت ما هياش للفقراء والمساكين بس، الجهاز ده المستشفى هتعمل به بالاجر للجماعه الاغنياء، مش هتقولوا لا مجانا. طيب يبقى اصبح عطيل المستشفى التاجر فيه وتكسب مال ولا تخرج عليه زكاه، وضيقت الامر على قله اللي هم الفقراء والمساكين، انما انا اخصصه كله كصدقه جاريه احصل فيها على الثواب الدائم ولا زلت لم اخرج زكاتي. فاقول له لو سمحت طلع نصابك بتاع الزكاه المقدر شرعا حسب نوع مالك واللي انت عملته للصدقه الجاريه. هل تكره، خد بال حضرتك، ان تقرض الله؟ لا ابدا. هل تكره ان يكون الحسنه بعشره امثالها الى 700 ضعف او يزيد؟ أبدا. ليه عايز تقول لربنا لو قابلت واحد جعان في الشارع جبت له سندوتشين فول من احد المحلات او مراجع البيت كاتب 15 جنيه تخصم من زكاه مالي، لما اجي اطلع اشيل 15 جنيه؟ هذا نوع من المقصه المقيته مع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ احنا عايزين نوسع الدايره. في عندنا زكوات، في صدقات، في كفارات، في نذور، في تطوعات، في قربات، اوراق كتير. ليه ربنا كتر اوراق يعني الصدقات؟ داخل في رمضان مثلا هنعمل موعد رحمن بفلوس الزكاه يجوز؟ نعم بفلوس الزكاه. لا ليه بقى؟ ما هو اطعام الطعام واليتيم والمسكين. ارجع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ تبسمك في وجه اخيك صدقه. صدق، نعم. حلو؟ نعم. طيب افشاء السلام صدقه. نعم. اطعام الطعام ايه؟ صدقه. صدقه. ها؟ ما نعتبرها من فلوس الزكاه، ما ينفعش يعني. ما تبقاش هنا ليه بقى؟ يتيم، ما هو يتيم بياكل او مسكين او فقير. نعم، اديله فلوس ويجيب بها الاكل اللي هو عايزه. يبقى انا اخرجت زكاه مال النقديه وهو حر في نفسه يجيب ملبس، يجيب ماكل، يصرف على نفسه بالتعليم، بفتح له ابواب. حضرتك ضد موائد الرحمن؟ مش ضدها، صدقه، اغلق باب صدقه. واحد قادر عايز ياكل ناس جوعه، اقول له لا، ده عمل نافع وعمل ممتاز بس مش زكاة. بس اوعى تقول ان ده بقى كلفني 20,000 جنيه وانا زكاتي 30,000 مش مطلع غير 10. لا يجوز عند جمهور الفقهاء وعند الراي الذي ارجحه شخصيا. شكرا سعادتك دكتور محمد نجيب على وعد بلقاء في حلقه قادمه باذن الله تعالى. الله يكرمك. مشاهدينا الكرام، نشكر حضراتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم الجليل الاستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين الامين العام الاسبق للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وحتى يضمن الإخوان جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.